أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. وهذا يقول أيضا نفسه السلسلة في الشبه: لا ندخل في مسائل التحذير لأننا صغار لا نفهمها، ونترك هذا للعلماء. طيب، العلماء يحذرون من؟ يحذرون العلماء؟ العلماء يحذرونك أنت لأنك صغير لا تفهم هذه الردود. إذا كنت صغيرا لا تفهم فيكتفون، يقول لك: يا ولدي هذا خير فافعله، وهذا صاحب خير وسنة فالزمه، وهذا شر وبدعة فاحذره، وهذا صاحب شر وبدعة فاحذره. فهم حذروك لأنك صغير لا تفهم، أعطوك هذه الكلمات. فالتحذير لعوام المسلمين الذين لا يفهمون يعطونهم تحذيرا مختصرا، لأن هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنت واحد منهم. فالتحذير للصغار صحيح، لكن أنت لا تدخل في مسائل الرد والردود، تزعم أنك تكتب وتحرر، أنت ما تعرف هذه الأشياء. أنت فرضك في هذا الباب اتباع العلماء العارفين، فتلزم قولهم علماء السنة. قال أحمد رحمه الله: من فضل الله على الحدث، أو من توفيق الله للحدث والعجم إذا أسلم، أن يوفق لصاحب السنة. فصاحب السنة يدلك ويهديك ويرشدك، لأن المعلم الناصح هذا طريقه.